احنا متوسط التدمر للبنات، العنوان الحي البريد الاولى. هاي المدرسة كانت قبل أسست عام 1999، وكانت بالبداية عبارة عن مثقفات، يعني حيطان من البلوك والسقوف من التشينكو. بالعمليات التحرير تعرضت إلى أضرار جسيمة، فصار بها إعمار من قبل إحدى المنظمات، لكن بالمقابل يعني ما الإعمار كان مضبوط كثير. فلهذا قدمت المديرة مالتنا ست شذا ذنون عبد الرزاق أكثر من كتاب من أجل الاطلاع على واقع حال هاي المدرسة. فارتأت المديرية العامة للتربية نينوى والأبنية أنه هاي المدرسة هدم وبناء، لأنه قالوا الإعمار بها يعني كلش يعني غير مجدي الإعمار بها، يعني أنت تعرف المكان وطابعة وسمة المنطقة، يعني مثل ما يقولون تستحق أنه ينبني له مدرسة. كم طابق؟ المدرسة ثلاث طوابق، 30 صف، ثلاث مختبرات كيمياء فيزياء أحياء، مختبر رابع للحاسوب، بالإضافة إلى مصلى لدرس التربية الإسلامية ومرسم لدرس التربية الفنية ومكتبة. مدرسة نموذجية من حيث البناء ومن حيث الإدارة والكادر التدريسي اللي بها. طبعا احنا هاي ما كانت تكون هاي المدرسة لولا الدعم المباشر من قبل مديرية تربية نينوى والأستاذ السيد المحافظ. طبعا يعني احنا دعم كبير من المحافظة، لان هاي اصلا المدرسة كانت على نفقة الأرصدة المجمدة، يعني من المحافظة هي اللي كانت يعني هي اللي حركت هذه المشروع، يعني كان الدعم والمتابعة المباشرة من قبل المحافظة بالإضافة إلى تربية نينوى.